Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu wamina Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe Baba yetu yetu liye binguni yetu yetu wamina Baba yetu yetu liye funjina lako weli tukuzwe عشرة صباحا تتواصل مع حضراتكم عبر موجات راديو جنوب الصعيد من أسوان، الناس بالناس والإعلام حق للجميع. وصلنا معكم أصدقائي إلى فقرتنا الأسبوعية أفريكان راديو. أفريكان راديو فقرة أسبوعية بنقدمها من أجل القيام بدور إيجابي في نشر الوعي والثقافة الأفريقية في المجتمع المصري. المجتمعات والتجمعات الأفريقية. البشر والناس. السياسة والاقتصاد وأيضا السياحة والبيئة. ملفات أفريقية متنوعة نتناولها ونتداولها سويا أصدقائنا مع الخبراء والمعنيين والباحثين في الشؤون الأفريقية من خلال أفريكان راديو. وفي فقرة هذا الأسبوع النهاردة معنا الخبير الدولي في مجال السياحة الأستاذ أبو الحجاج العماري والباحث في الشأن الأفريقي. أستاذ أبو الحجاج أهلا بحضرتك معنا. صباح الخير محمد، صباح الخير على جميع المستمعين إذاعة جنوب الصعيد، معك صباحا، أهلا وسهلا معك. أستاذ أبو الحجاج، يمكن القارة الأفريقية مؤخرا خطت خطوات من خلال عدد كبير من الدول في الارتقاء بالمستوى العام في هذه الدول، وأعتقد أن السياحة بالتأكيد لها دور حيوي وإيجابي وكبير وقوي جدا في النهوض بالمستوى الاقتصاد في هذه الدول. وحضرتك هتكلمنا يعني في السياحة في أفريقيا، أين أفريقيا من السياحة العالمية وأين السياحة من المناطق السياحية والتجمعات السياحية في القارة الأفريقية. والنهاردة البداية مع حضرتك دولة رواندا نموذج لهذه الدول التي خطت خطوات إيجابية نحو النهوض بمستوى مواطنيها وشعوبها من خلال الارتقاء بالسياحة. أنا وسهلا محمد. وأفريقيا للأسف كانت الفترة اللي عادت ما أخذتش دورها في السياحة، ولكن في هذه الفترة ابتدت لها دور كبير. احنا بنقول نصيب افريقيا، احنا حوالي عدد سياح في العالم 1,388,000,000 سائح، وبيحققوا ايرادات 1,340,000,000,000 دولار في العالم. يعني النهارده السياحه اداه مهمه في التنميه للشعوب، وبتلعب دور كبير. نجد ان افريقيا رصيدها من عدد السياح في العالم 5%. بدون 5% فقط يا استاذ الحجاج. 5% بدون مصر. اي يعني 2018 حوالي 68,000,000 سايح في افريقيا، فيها شمال افريقيا، كان نصيب شمال افريقيا وهو دول المغرب العربي 21% ب 14,000,000 سايح حوالي. معظمهم طبعا في المغرب وتونس. النهارده ان احنا نجد ان بعض الدول الافريقيه بتاخد خطوات ايجابيه في السياحه ومهمه، لان النهارده احنا لو بصينا على احصائيه السياحه راح نقول ان السياحه بتوفر 10% من فرص العمل في العالم. بتساهم في الناتج المحلي في العالم ب 10 و4 من 10%.
ليها دور ايجابي. في دول ابتدت تخطي خطوات ايجابيه في السياحه، ولو ان احنا معظم دول حوض النيل ال 11 معظمهم فيهم دول سياحيه بامتياز زي كينيا واوغندا والكونغو ورواندا هنتكلم عليها وتنزانيا بوروندي اثيوبيا مصر عدا يعني بعض السودان، يعني ممكن بعض الدويلات اللي فيها مشاكل زي جنوب السودان او عدم استقرار، وان شاء الله راح تكون دول حوض النيل كلها لها استقرار، ان لان كل دول حوض النيل لها فرصه كبيره انها تتعاون مع بعضها. فرصه كبيره ان ممكن احنا يحصل نايل كروز ليس بمصر بس، يبدا من بحيره فيكتوريا وينتهي بالبحر الابيض والمتوسط. ان تكون تنميه هذا الوادي من الصناعه الجديده، صناعه السياحه، وانا بقول نشاط السياحه الذي يلعب دور مهم في تنميه الدول في الوقت ده تستفيد استفاده مهمه، والسائح ما يعني يبدا رحله نايل كروز من بحيره فيكتوريا حتى البحر الابيض المتوسط هيمر بعادات وتقاليد ولغات وحضارات، كلها الدول دي دول قديمه وذو حضاره، دول حوض النيل كلها حصل فيها حضارات ومنها اشهر حضارات الحضاره المصريه القديمه والحضاره الفرعونيه. لو جينا احنا اتكلمنا النهارده مثلا كنموذج، راح نتكلم على نموذج دوله في افريقيا عانت كتير في الفتره اللي عدت في التسعينات وهي رواندا. ورواندا هي من احدى الدول اللي في وسط افريقيا وتسمى ارض الالف تل معنى الحرف ليها، وهي في شرق افريقيا يعني منطقه البحيرات العظمى، وفيها تحدها تنزانيا شرقا واوغندا شمالا والكونغو والديمقراطيه غربا وبوروندي جنوبا، وهي من تعتبر من اقليم الكونغو الكبير. رواندا خطت خطوات مهمه في السياحه وايجابيه، بيسموها او يطلقوا عليها سنغافوره افريقيا، وتعد العاصمه كيغالي انظف المدن على مستوى افريقيا، لا بل ممكن تكون على مستوى العالم. انظف المدن. طبعا فيها العاصمه تصنف او 99 من السياح اللي بيزوروا رواندا ويزوروا كيغالي بالذات يشكروا على ان لم يتعرضوا لمضايقه، وهذا هو الفرق، مش لحادث امني، لم يتعرضوا لمضايقه خلال زيارتهم، وتمثل السياحه بالنسبه لهم 43% من الدخل الاجمالي للبلاد. وده مؤشر مهم استاذ ابو الحجاج، عدم مضايقه السياح ده مؤشر مهم في دنيا السياحه. ده مش مؤشر مهم، ده عصب. ده عصب السياحه وهو الاداء الدعائيه لك، لكن لما يجي السائح ويتضايق حتى لو زار معالم حضاريه كبيره وحصل له مضايقه في المدن او عدم ارتياح بيحصل ان ما يرجعش تاني ويتكلم وحش. النهارده السياحه هي هيومن تاتش بنقول، يعني مقابله من الناس وسيلة وخدمه. رواندا ما فيهاش مقاومات كثيره، يعني فيها الغوريلا الجبليه وفيها الحدائق الافريقيه المشتركه ومتنزهات، صعدوا من 300 مليون سايح، النهارده وصلوا مليون سايح في هذا العام، يعني تقريبا مليون سايح. بتلعب السياحة دور كبير، رغم ان احنا عارفين رواندا عانت حوالي 100 مليون حصل لهم ابادة في الحرب الارضية اللي حدثت بين الهوتي والتوتسي في جه الرئيس بتاعهم بول كيغالي وعمل نظام وعمل قوانين صارمة ان القائد الاعمى اللي بيقود الشعوب للتنمية لازم يكون في التزام برضه. نقطة مهمة جدا دي يا استاذ ابو الحجاج، يا ريت برضه يعني ناكد ونركز عليها، ان احنا بنتكلم عن دولة نشأت في الستينات تقريبا سنة 1962، وبعد يعني تأسيسها اعتقد انها خاضت حرب
اهليه طاحنه رحمه حيرة زي ما حضرتك بتقول، تقريبا ما يقارب المليون مواطن في رواندا قتلوا في الحرب الاهليه، لكن كان في قائد وزعيم قوي قاد الدوله الى انها تنتقل من مرحله الحرب الاهليه الى انها الدوله اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. اعتقد الفتره دي تقريبا في حدود من 10 ل 12 سنه اللي احنا بنتكلم عليها استاذ ابو الحاج. طبعا هذا القائد اللي هو قاد الرواندين صار بهم بخطه سريعه نحو تحقيق مجد كبير في البلد الصاعد ده في داخل افريقيا، ولو ان بلد ليس له اي مداخل وسط افريقيا، حررهم عن الاقتتال واشناهم عن وضع سياسات صارمه لممنوع الكلام في الارقيات هوتو او توسكي او غير ذلك اللي بتؤدي للمشاكل، لان كان هو اساسا صراع في الحكم خلفه الاستعمار، يعني نعم هذا الحكم خلفه الاستعمار بطريقه معينه، فبدا الاقتتال على الحكم في هذه الفتره. قادهم بخطى ثابت هناك، ان انا بقول ان الدوله دي بقت نموذج في افريقيا وصعدت صعود كويس، مش هنقول عدد السياح نص مليون سايح، بس هو عدد الوالدين حوالي مع حضرتك 12 مليون مليون رواندي عدد السكان. ففي اهتمت الدوله بحاجات كتير، اولا اهتمت بالنظافه، واهتمت بتدريس التلاميذ بماده البيئه من الصف الاول الابتدائي، يعني كماده رئيسيه وبيزيس، والنظافه، وعملوا قوانين صارمه ان اللي يرمي حاجه في الشارع يدفع 150 دولار. يعني بداوا الاول كمان بفكره انه ازاي يهتموا بالنظافه وبالبيئه، وازاي يبقى فيه عقوبات صارمه على من يعني يخرج على هذه القوانين او يخترقها. طبعا في حققوا في سياسه مع متابعينها وسياسه الاوميجاندا، وهي هيا بنا سويا نحقق الهدف المشترك لكل الروانديين. نجد ان الناس في كل يوم سبت كل المدينه تتجمع وتنزل تنظف العاصمه في ذلك، ويتحولوا من ناس بيقتلوا بعض الى ناس بيبنوا وطنهم. طبعا طبعا، وخلوا السياحه اداه مهمه للتنميه. وصل عدد السياح ب 43، وصل عدد السياح مليون سايح، وبتساهم في الدخل القومي والعملات الصعبه بنسبه 43% لهذه الدوله الصاعده رواندا. نجد ان هنا لو نظرنا بعمق، هي القياده، ان 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 احنا في الدول بداوا يعني يقول لك ان في رواندا بيبصوا على 22 اللي ما بيكونش فيه فقراء هناك. في 2022 ما مش هيكون في فقراء في دوله رواندا، رغم ان المؤشر بتاعها المؤشر الدخل بتاعها كان ضعيف، ومن الدول تعتبر اللي هي يعني المؤشر الثاني البشريه بتاعها قليل، لكن بداوا كانت دوله بتعاني من المجاعه استاذ ابو الحجاج، كانت دوله فيها مجاعه. طبعا المؤشر بتاعها 0.46، يعني هو المؤشر بتاع الامم المتحده 0.717، ده المتوسط بتاع الحياه، وهو بتتدخل بايقاف لعده عوامل، منها متوسط العمر للانسان اللي بتدخل فيه الصحه والاعتناء بالتغذيه وغير ذلك، ومتوسط التعليم والاميه، والدخل القومي للانسان. فالمؤشر بتاعهم ابتدى يرتفع بطريقه كويسه، والناس كلها تعمل، كله هنا في المدينه يعمل، ومش بيكون في اثر سلبي، انا السياحه عايزه ترجع لازم بحافظ عليها، بوفر لها الامن، والامن من الامن هو العنصر الرئيسي ان السائح يرجع، لان السائح اداه دعائيه هامه ما لا يرجع بلده سوى في وسائل التواصل الاجتماعي او في الكلام مع عائلته او قرايبه او زمايله او اثناء رجوعه، اكيد ده احنا بنقول عليه.
إذن نحن أمام نموذج لدولة أفريقية هي رواندا، كيف استطاعت من خلال قائد وزعيم ورئيس قوي ومن خلال شعب عنده قناعة بأنه يتحول في فترة وجيزة من المجاعة إلى الريادة. كيف تحولت رواندا من المجاعة إلى الريادة؟ من خلال سلوكيات المواطنين، من خلال الهدف الموحد للدولة الحكومة مع الشعب، من خلال السياحة وإزاي ممكن السياحة تقدر تدعم البناء والتنمية والنهوض بالمجتمعات، وده مش هيحصل غير بسلوكيات الناس، إزاي ممكن يتعاملوا مع بعض وإزاي ممكن يتعاملوا مع السائح، وأيضا إزاي يبنوا هذا الوطن. نحن أمام نموذج أفريقي يستحق الاحترام والتقدير. نقدمه من خلال أفريكان راديو، فقرة أسبوعية عبر موجات راديو جنوب الصعيد من أسوان. أستاذ أبو الحجاج العماري الخبير الدولي في مجال السياحة والباحث في الشأن الأفريقي، شكرا جزيلا لحضرتك، ودائما معنا تضيف كل ما هو جديد ومفيد في عالم السياحة. شكرا لحضرتك.